إطار الأنشطة العلمية والثقافية التي تنظمها تعريفا بالمخزون الحضاري لإفريقيا دينا وتراثا وثقافة وأدبا. من المعلوم أن أكاديمية المملكة المغربية تنظم منذ الدورة الثالثة والأربعين التي خصصتها لأيام إفريقيا، وأتبعتها بمحاضرات حول كنوز الإسلام في إفريقيا، وقد قدمت عدة محاضرات في هذا المجال للتعريف بما تزخر به إفريقيا من علم وسياسة وأدب وثقافة. واليوم هذه المحاضرة التاريخية تبين مدى تأثر إفريقيا وعلماء إفريقيا باللغة العربية ومدى إدماجها في ثقافتهم وأدبهم. المحاضرة تأتي في إطار سلسلة محاضرات التي تنظمها أكاديمية المملكة المغربية، وهي تحت عنوان كنوز الإسلام في إفريقيا، وهذه هي المحاضرة السادسة على ما أظن. وملخص هذه المحاضرة يمكن أن نقول إن المؤرخين في إفريقيا جنوب الصحراء أو بلاد التكرور ينقسمون إلى قسمين: قسم نجح في تجاوز المشاكل التي يمكن أن يعانيها أي مؤلف، وقدموا لنا إنتاجات توازي الإنتاجات الموجودة في باقي أقطار العالم الإسلامي أو العربي، وقسم آخر بقي متأرجحا ما بين تقاليد التدوين أو أحكام التدوين وما بين أحكام الثقافة الشفاهية، مما أعطانا مجموعة من الميزات الخاصة بهذه الكتابة، وهي ميزات فريدة إن على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.